يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمن يذنب ذنبا مستمرا عليه أن ينهى عنه غيره؟ نعم، ينهى عنه غيره، يتوب منه، يتوب منه، ما يترك الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ويضيف سيئة إلى سيئة، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان واقعا في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يستمر عليه. نعم، ولو كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا المعصوم، ما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد، كلنا مقصرون، كلنا عندنا أخطأ، ولكن لا يستطيع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنجمع بين الجريمتين. نعم.